مساء الخير. ضربت اليونان فيضانات كبيرة بسبب منخفض جوي رطب محمل بكمية كبيرة من الأمطار توجه من غرب أوروبا نحو اليونان، وحاصرت المياه السيارات بالشوارع اللي فاضت بالمياه، وتوقفت عدد كبير من رحلات القطارات، وتوقفت حركة الملاحة أيضا البحرية بسبب قوة الريح. بالعودة إلى طقسنا، عم يتأثر لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بمنخفض جوي حامل معه أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال، وشهدت المرتفعات الجبلية بالأخص اللي بيزيد ارتفاع عن 2500 متر عن سطح البحر تساقط للثلوج، ومن بين أعالي جبل الشيخ لتغطت قممه بالثلوج. الحرارة معتدلة وعم تنخفض، الهواء متوسط السرعة بيقوى ببعض الأوقات، البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة 125. الليلة طقسنا بلبنان غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مع برق ورعد من حين إلى آخر. لبكرة طقسنا غائم جزئيا مع أمطار متفرقة ببعض المناطق وانخفاض بدرجات الحرارة، ومجموع المتساقطات من أيلول حتى اليوم 82.5 ملم، السنة الماضية 37.8 ملم، والمعدل العام 31 ملم. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 15 على المرتفعات 9 بالبقع 7 والأرز درجتين، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية 12 ببينوم، رحبة 12، جبال 22، برمان 20، الحمرة 25، بيت الدين 14، صيدا 21، وصور 21 درجة. ننتقل من بعدها إلى النبطية 16، ورشية 16، زحلة 16، بعلبك 16، الأرز 9، والهرمل 21. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الرياح بين 12 و50، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 15 أدناها أقصاها 26، نهار الأحد بتتراوح بين 14 و25، ونهار الاثنين بين 15 و26. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مشوارنا من عمان 17 وبغداد 25، ومنكمل إلى الجزائر 25، الرباط 24، وتونس 23، ومنوصل بنهاية مشوارنا إلى روما 20. هيدا كان كل شي. باي.